من أجل تقصي الحقائق ومعرفة الأوضاع المعيشية بالمنطقة، تأتي زيارة حاكم ولاية سلا الجنرال إسماعيل يامود جوربو لمركز إداري مقرورو التابع لمقاطعة أدي. زيارة استغرقت 3 أيام، شملت كل من منطقة أمجريمي دوغدري وتييرو بمقاطعة كوكو. تعرف من خلالها الحاكم على القضايا التي تواجه سكان تلك المناطق، حيث أن المناطق الحدودية تشهد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات بسبب إغلاق الحدود مع السودان. هذا وقد عقد الحاكم إسماعيل يامود جربو سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الإداريين العسكريين وممثلي التجار لمعرفة الحقائق على أرض الواقع. في رسالته حاكم ولاية سلا الجنرال إسماعيل يامود جربو قال إن استتباب الأمن بالمنطقة ضمن أولويات الحكومة، مضيفا بأن عملية التبادل التجاري بالمقاطعة لم يمنع من قبل الحكومة، بل تهريب السلع خارج الحدود هو التصرف المرفوض في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها دولة السودان، مؤكدا في حديثه بأن الحدود التشادية لا تزال مغلقة. هذا وقد تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مركز إداري مقرورو للنظر في استرداد البضائع التي تمت مصادرتها من قبل منسقية لجنة نزع الأسلحة ومراقبة الحدود، وإيمانا منه بالدور الكبير الذي تلعبه قوات منسقية نزع الأسلحة ومراقبة الحدود في بث الأمن والاستقرار بالولاية. فقد قام حاكم ولاية سلا بتقديم شهادات تقديرية لعناصر المنسقية، إرفانا منه على ما قدموه من أجل الوطن.